الأعمال الإفريقية وبالضبط كرة القدم كنظن أن المنصورية كانت قبلة ديال مجموعة من الدول، بوركينا فاسو، مالي، سنغال، بوروندي، الساحل العاج، دول اللي اكتشفوا هذه المنطقة وهذا الملعب وحفوة الاستقبال ديال هاد الناس والمجهودات اللي قاموا. وبهذه المناسبة نبغي نشكر الرئيس المجلس البلدي سي العفيري ولا المسؤول على الملعب سي عبد السلام، لأن الناس اللي وفرت جميع الظروف على أساس أنها تعطي صورة مشرفة للمغرب كيف ما عطاتها هاد الألعاب من خلال الافتتاح ومن خلال التنظيم. كنظن هاد المنتخبات أداوا الأداء وبلاوا البلاء الحسن في هاد البطولة الإفريقية، وبالتالي عطاو ديك الصورة اللي كنبحثوا عليها احنا، الا وهي اننا فين وصلت كره القدم الافريقيه، وبالتالي الاحتكاك بها من خلال المنتخبات ديالنا الوطنيه لا من كره القدم ولا جميع لي ديسيبلين للمشاركه في هذه الالعاب. مره اخرى كنبغي نهني هاد الناس اللي نظموا ككل، المنظمين وبالاخص الناس ديال المنصوريه اللي كانوا في مستوى الحدث.